وفاء جودي من عزون محافظة قلقيلية، عضو مجلس بلدي في بلدية عزون. أنا اليوم جيت على المؤتمر أشارك فيه نظرا للأهمية القصوى والحيوية لهذا المؤتمر، إنه كفلسطينيين بدنا نشارك في المؤتمر المركزي اللي راح يكون في تشرين الأول، وهذا الحكي مهم إن كثير كفلسطينيين، لأنه البيئة عنا مدمرة نتيجة الاحتلال، فياريت تكون في توصية للسلطة الوطنية إنه يكون في في قانون يحمي البيئة، ويكون في حوافز، ويكون كمان في عقاب لحماية بيئتنا.